إخواني 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 إن الإنسان المسلم العابد التقي يسعى على ظهر هذه الأرض لينال رضوان الله سبحانه وتعالى، ليكون في كل أفعاله وسلوكياته وفي أقواله مرضيا لله سبحانه وتعالى، يسأل عن حكم الله عز وجل في مأكله وفي مشربه في حياته كلها، حتى يكون ضمن شرع الله سبحانه وتعالى، حتى يبتعد عما نهى الله عنه، ليكون مأكله بالحلال ومشربه بالحلال، ليكون على ظهر هذه الأرض في كل تعامله يسير تحت شعاره، ويصل إلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ونحن معكم في هذا اللقاء الطيب في برنامجكم قضايا إسلامية في بث حي ومباشر. في هذا اللقاء نستضيف فضيلة الشيخ عمار الردوي مفتي محافظة بكر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ عمار، حياكم الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله بكم، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان أحسنه. فضيلة الشيخ عمار، بخصوص ما يعرف مثلا في حقوق العمال، العامل الذي يعمل وهو أجير يعمل عند شخص معين سواء كان في مكتبه أو في مصنعه، هل يحق لصاحب العمل في لحظة من اللحظات أن ينكر لهذا العامل حقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. الاتفاق الذي يكون بين العامل ورب العمل وهذا العقد لابد من احترام هذا الاتفاق وهذا العقد المبرم بين الطرفين، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعقد العمل على ما اتفق عليه العامل ورب العمل، وإذا ما تضمن هذا العقد شرطا من الشروط التي لا تخالف الشريعة فينبغي على الطرفين أن يحترما هذه الشروط وأن ينفذاها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، بروايات متعددة. فهذا العقد على صاحب العمل لرب العمل أن يوفي العامل حقه من حيث الأجر، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وإذا تضمن هذا العقد ما بين الطرفين على حقوق إضافية أخرى غير الأجر المتفق عليه، فيجب على صاحب العمل أن يلتزم بهذا الشرط المتضمن في العقد، لأنه العقد الأصل فيه أن ينفذ وأن يحترم، وأن يكون هذا العقد بالتراضي بين الطرفين، وأن لا يخل أحد الأطراف لما تضمنه أو لما تضمنته وثيقة العقد. وهناك من يحاول أن يتعسف في طلب الحق، أي أن يكون بطريقة غير لائقة، وهذا لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله سمعا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالمسامحة هي أيضا من الأصول التي يعتمد عليها في مثل هذه الأمور، خاصة حينما يشب الخلاف بين الأطراف، لأن الخلاف يؤدي إلى النزاع، والنزاع يدعو إلى التقاطع والتدابر، فلا بد من المسامحة في أثناء إنفاذ هذه الشروط ما بين الطرفين. والله تعالى جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ عمار، الآن الإنسان في عمله سواء كان كما تحدثنا في أي مصلحة من مصالحه، في مثلا في الحدادة، في النجارة، في هذا العمل، ممكن أن يتعرض هذا العامل إلى إصابة عمل، هل له الحق أن يطالب بتعويض من صاحب العمل على عن هذه الإصابة الذي تعرض لها؟ مثلا هي تعويض مالي، والقرآن الكريم أقرها، والشريعة أيضا فصلت تفاصيلها،
مبدأ التعويض مبدأ جائز. الآن طبعا في وقوع الأضرار، الآن إصابة العمل إذا كان صاحب العمل متسبب فيها هو اللي مسبب هذه الإصابة، عندئذ يجب عليه أن يتولى تعويض العامل عن إصابته لأنه هو المتسبب في هذه الإصابة، أو إذا وقعت الإصابة نتيجة تقصير من صاحب العمل في توفير الأمان الوظيفي أو الأمان العمل، عندئذ يجب عليه أن يعوض المتضرر من عماله أو من الموظفين العاملين نتيجة هذه الإصابة لتقصيره في توفير الأمان لهذا العامل. واليوم هناك يعني وجود شروط كثيرة توضع في أماكن العمل حتى تظل هذه الأماكن بعيدة عن الأضرار المتوقعة بحق العمال والموظفين. الله تعالى جزاك الله خير وبارك فيك. فضيلة السماحة، في طبيعة التجارة طبعا نذكر اخواننا اننا معكم في بث حي ومباشر في برنامجكم قضايا إسلامية. يعني هناك محلات متشكلة في الأسواق، ملابس، ممكن ملابس الحجاب، ممكن ملابس الظاهر انها مثلا هي ملابس غير شيء. معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا عمي، حياكم الله، كيف الحال؟ يا هلا بكم. بدي اسال الشيخ سؤال. اسال تفضل. مين افضل عند رب العالمين او حبته عند رب العالمين، اللي بموت فجأة ولا اللي بقعد شهرين ثلاث مريض؟ اي نعم، اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. فضل الشيخ الله. هذا يا أخي الكريم، من أفضل؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى. من أفضل؟ هل الذي يموت وجهه أو يموت بالمرض؟ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعاملنا بلطفه وإحسانه ورحمته ومغفرته، فمن أفضل الله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفجأة، موت الفجأة. ولا شك أن الإنسان إذا أصابه مرض ثم توفاه الله تعالى وصبر على هذا المرض، كان صابرا محتسبا، فإن المرض يكفر عنه من سيئاته ويرفع درجته عند الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. لكن من أفضل تبقى عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العافية، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء والحقنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا، فتح الله عليك. فضل الشيخ عمار، نعود إلى السؤال الذي شرعنا به. خلينا نقول العمل في محل تجاري يبيع ملابس غير شرعية. هي الملابس الغير شرعية لا يعني أن الإنسان المرأة يعني تلبسش إلا يعني في الدار، كمان بدها تلبس لبس يغطي سائر جسدها ما عدا الوجه والكفين، وإنما هناك لبس للبيت وتلبس في بيتها بما يناسبها. فالعمل في هذه المحلات يجوز، جائز، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ عمار، أحيانا يبحث الإنسان عن فرص عمل فيجد فرصة عمل مثلا في بنك ربوي كأمين صندوق ضمن إداء وسحب عمل كأمين صندوق في بنك ربوي. العمل كأمين صندوق في بنك ربوي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قال: لعن الله الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه وهم سواء. فإذا اللي بيشتغل عمين صندوق بيقبض، فإذا قبض مالا ربويا لأحد فهو يأثم. إذا قبض أمين الصندوق أحدا مالا ربويا فيناله الإثم. العمل في البنك الربوي على حالين: الحال الأول مباشرة العمل الربوي مباشرة كالشهود الشهادة على الصكوك أو تقبيض الربا، هذا حرام قطعا. الثاني يعمل في البنك ولكن ليس لا يمارس الربا مباشرة،
وهذا النوع من الموظفين إذا كان لا يجد إلا هذا العمل وكان مضطرا ولا يجد إلا هذا العمل، عندئذ يجوز له أن يعمل بحكم الاضطرار وعدم وجود أي عمل آخر. أما إذا وجد عمل آخر فعليه أن يترك هذا العمل ليبحث عن عمل أحل، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. في معنى اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك، تفضل يا أخي. والله في عندي سؤال إذا سمحت. تفضل. في عندي محل تجاري معروض علي تأجير للبنك، الحلال ولا حرام؟ نعم، اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. تأجير المحل للبنك حرام يا أخي الكريم، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعمل البنك جله، يعني ما نقول إحنا كله 100%، لكن في الغالب يقوم على العمل الربوي وهو حرام، الله تعالى. في معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال. تفضل يا أختي. حلف بالطلاق انه ما يطلع على مشوار، فطلع بس انا حامل، شو الحكم هون؟ حلف بالطلاق بالنسبه للطلاق، يعني لازم نسمع من الزوج نفسه، شوف شو اللي حكاه بالضبط، يعني ايش الكلمه اللي قالها بالضبط، لانه الجواب على الطلاقات لابد من الدقه فيه لمعرفه الكلمه التي قالها الزوج حتى يكون الجواب دقيقا. السائل معنا إذا العبارة عندها واضحة تقولها. هو حكى علي الطلاق ما بطلع على مشوار فطلع. إذا قال الزوج، إذا قال الزوج علي الطلاق ما بفعل كذا، أو علي الطلاق بفعل كذا، وحنث في قوله، يعني خالف قوله، فعندئذ عليه كفارة يمين وهي طعام أشرف الفقراء، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير فطة، بارك الله فيك. فضيلة خمر، إنسان مع مبلغ من المال وضعه عند تاجر ليعمل له في هذا المال مقابل مبلغ مقطوع شهريا. نعود هذا السؤال في معنى اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخ. بس بدي أسأل سيرة الشيخ. تفضل. فضلت الشيخ. بحكي إذا وحدة زنت لا سمح الله وتجوزت من نفس الزاني وبعدها طلقها وتجوزت من واحد ثاني، يجوز ولا لا يجوز؟ طيب فضيلة الشيخ عمر، إذا تزوجت يجوز. إذا تزوجت المرأة التي زنت من رجل زنى بها، وهذا أمر يكون في الستر، يعني ما حدا بيعرف الموضوع اللي هم اثنين، وتزوجت يجوز أن تتزوج منه. الآن طلق هذا الرجل الأول وانتهت عدتها ثم تزوجت رجل آخر، أيضا جائز. يعني هذه أفعال الناس تكون تحت ستر الله سبحانه وتعالى، أفعال العباد نحن نعيش في ستر الله سبحانه وتعالى، ولو انكشف ستر الله على الناس لضاقت بهم السبل. فهذه المرأة ستر الله تعالى عليها، تزوجت ثم لسبب أو لآخر تطلقت من زوجها الأول الذي كان يزني بها قبل الزواج وتزوجها رجل آخر، فتستطيع أن تتزوج وما كان منها يكون تحت ستر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ عمر، إنسان مع مال وضعه عند تاجر على أن يعمل له بهذا المال مقابل مبلغ مقطوع شهريا. العمل في مقابل مبلغ مقطوع أو إيداع المال أو وضع المال عند تاجر ليأخذ مبلغ مقطوع شهريا هذا حرام، وهو صنو الربا، أي شبيه الربا. والصواب أن يأخذ، أن يشارك بهذا المال التاجر ويعطيه نصف مئوية، مثلا إلى كل عشر، إلى كل خمس، 15 20 30، على ما يتفق عليه. وأما أن يأخذ ضمان للربح ومقطوع فهذا غير جائز، لأن المبلغ قد يربح وقد يخسر، وقد يربح أكثر وقد يربح وقد يخسر أكثر أو أقل، فلا بد من تحديد نسبة مئوية في هذا المال حتى يكون الوضع المالي صحيحا أو شرعيا، والله تعالى. جزاك الله خيرا. في معنى اتصال. السلام عليكم.
الله يعافيكم بارك فيكم. كيف حالك شيخ؟ حياكم الله. بدي اسالك شيخ، اذا في مثلا واحد مجنون والوصية عليه امه بصح انه يرث، مع العلم انه راح يضحك عليه من قبل اخوه ويغضب مصرياته. اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. يا اخي الكريم، ما دام هناك شخص انسان حي فله حق الميراث، كان مجنون، كان عاقل، كان صغير، كان كبير، كان رجل، كان امراه، كان بنت، كان ولد، كان نص مجنون نص عاقل، لكن اي صفه كان، ما دام هو كائن حي فله حق الميراث. الان انه اخوه يضحك عليه او ما يضحكش عليه، المجنون المحكمة الشرعية تضع وصي عليه، يختار القاضي من هو الأنسب ليكون وصيا على هذا الرجل أو الشخص فاقد العقل، ويتصرف في ماله ضمن الأصول الشرعية التي يصعب معها أن يضيع ماله، لأن هناك أسس توضع بحيث يستفيد من هذا المال بطريقة سليمة صحيحة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. في معنى اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. بقول هل يجوز قراءة الكهف يوم الجمعة بعد صلاة المغرب؟ طيب اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ عمر، بخصوص قراءة سورة الكهف بعد المغرب يوم الجمعة. هي سورة الكهف تقرأ من بعد الفجر إلى المغرب، لأنه بعد المغرب يدخل يوم جديد. اليوم احنا بنضل اليوم الجمعة مع غروب الشمس يبدأ يوم جديد، والله تعالى أعلم. فإذا بدك تقرأ تقرأ خلال النهار أو بعد الفجر، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ عمار البدوي مفتي محافظة الكرم، ولكم كل الشكر والتقدير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.